السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح الماس جورنال أو كراس الماس الخاص بمنهج KG1 الترم الثاني. نشرح في شابتر 1 أو الفصل الأول منه، وهو بيتضمن الليسونز من 61 حتى 70، أو من الدروس رقم 61 حتى الدرس رقم 70. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع الماس جورنال الترم التاني ترم 2، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وده لسن 61 او الدرس رقم 61، ولسن 61 واخد البيج 101 او صفحة 101، و 102 او صفحة 102. ولسن 61 بيعلمنا حاجات معينة. اولا بيراجع معانا على الارقام من 1 لـ10 او from 1 to 10، وازاي بنكتبها، واحنا كنا اتعلمنا في الترم الاولاني ازاي نكتبها، وهنراجع عليها مع بعض دلوقتي. وتاني حاجة هو بيعرفنا حاجة اسمها الباترن. الباترن او النمط، يعني ايه باترن او يعني ايه نمط؟ هنعرف دلوقتي يعني ايه باترن او يعني ايه نمط. وطبعا هنا lesson 61 بيقول لنا write اكتب numbers الارقام 1 through 10 من 1 حتى 10. then ثم بعد ذلك استخدم red and blue crayons. red يعني احمر، and blue وازرق crayons الاقلام التلوين الاحمر والازرق. to circle لتضع دائرة حول the numbers الارقام. and create وتنشئ a pattern يعني نمط. فهنعرف دلوقتي يعني ايه نمط. خليكم معايا. ده الباترن يا اصحابي. الباترن او النمط هو ترتيب معين للارقام او للالوان او للاشكال بصفة عامة. الترتيب ده بيتكرر كذا مرة، يعني انا مثلا هنا بقول 1، بعد ال 1 هنا 2، ما قلتش 3 رحت قايل 1 تاني، وبعدين رحت قايل 2 تاني، فما قلت 3 برضو فقلت 1 تاني، بعدين 2 تاني. ده اسمه pattern او نمط. فالمفروض ان انا لو هقول حاجة تاني هقول ايه؟ شاطرين، هقول هنا 1، يبقى هنا 1 2، بعد كده 1 2، بعد كده 1 2، فالمفروض هقول بعد كده ايه؟ 1 2 برضو. ده اسمه الباترن او النمط. حاجات بتتكرر، وبسبب تكرارها كذا مرة احنا بنعرف هي لو في جزء ناقص في الاحداث او في الترتيب الحاجات، بعرفه عن طريق التكرار بتاع الحاجات في الاول. هنا برضو بيقول لنا 1، بعد كده 2، بعد كده 3، راح بدأ تاني وقال 1، بعد كده 2، فالمفروض هنا يقول ايه؟ شاطرين، هيقول 3، يبقى 1 2، يبقى هنا 3. طب لو عمل كده تاني وقال 1، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4، وراح بدأ تاني، بدأ من الأول، يبقى هنا 1 2، فالمفروض هنا يبقى ايه؟ 3. فالباترن أو النمط هو ترتيب للحاجات، سواء كانت الأرقام أو ألوان، أو حتى لو عندنا مجموعة أشكال مترتبة جنب بعضها، والترتيب ده بيتكرر عن طريق التكرار. ده اللي بيحصل، انا بعرف الاحداث اللي بعد كده هيحصل فيها ايه. والباترن ده او النمط ده العلماء بيستخدموه دلوقتي يا اصحابي في ان هم يتنبؤوا بالاحداث اللي بتحصل بعد كده. لما الحاجة بتتكرر كذا مرة، فانا عن طريق التكرار ده بقدر اتنبأ الحاجة دي هتحصل تاني ولا لا. احنا مطلوب مننا هنا نعرف يعني ايه باترن او يعني ايه نمط، والباترن ده بيبقى شكله عامل ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا ده في الارقام، لو الارقام دي احنا غيرناها وحطينا مكانها اشكال، هيبقى برضو لو الاشكال مترتبة جنب بعضها بتتكرر تاني وفي جزء ناقص، هنعرفه عن طريق التكرار اللي حصل قبل كده. ونرجع للمثال بتاعنا مرة تانية.
هنا بيقول لنا write numbers 1 through 10، اكتب الارقام من 1 ل 10. يبقى هنكتب دلوقتي الارقام مع بعضينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا كتبناهم زي ما احنا شايفين قدامنا كده وقت مترتبين وشكلهم جميل. طب بعد كده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا use red and blue crayons، هنستخدم الريد او الاحمر والبلو الازرق crayons، اقلام التلوين الاحمر والازرق. to circle يعني لتضع دائرة حول. the numbers اللي هي الارقام، هنحط دائرة حوالين الارقام. and create a pattern يعني نعمل نمط، اللي هو اللي احنا لسه بنقول عليه من شوية. هنا التكرار يا اصحاب هيكون في ايه؟ هيكون في الالوان. لو احنا بدأنا بالسيركل الاولانية وحطينا حوالين 1 زي ما احنا شايفين قدامنا red circle او دايرة حمراء، هنحط بعد منه على number 2 blue circle دايرة زرقاء. طب يبقى المفروض هنحط حوالين 3 ايه؟ red circle دايرة حمراء. ويبقى number 4 هنحط حواليه ايه؟ blue circle دايرة زرقاء. و 5 red circle، و 6 blue circle، و 7 red circle، و 8 blue circle، و 9 red circle، و 10 blue circle. شفت ازاي في الباترن الالوان اتكررت؟ red blue بعد كده red او red وبعد كده blue. فاحنا نقدر نتنبأ بالحاجات اللي هتحصل بعد كده عن طريق التكرار ده او عن طريق الباترن ده. طب نشوف الجزء التاني من السؤال بيقول ايه. بيقول لنا هنا write numbers، اكتب الارقام 1 through 9 من 1 حتى 9. through يعني خلال او حتى. 1 through 9 1 حتى 9. then ثم بعد ذلك use استخدم orange and green، الاورنج اللي هو البرتقالي and green والاخضر crayons اقلام التلوين اللي لونها برتقالي واخضر. to circle لتضع دائرة حول. the numbers الارقام. and create a pattern يعني نعمل نمط تاني او ننشئ نمط تاني. فنعمل زي ما عملنا في الجزء الاولاني، هنكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونستخدم الأورنج والجرين كريونز وهنعمل السيركلز. هنبدأ بالأورنج سيركل حوالين نمبر 1، بعد كده الجرين سيركل حوالين نمبر 2، ويبقى 3 حواليها سيركل لونها ايه يا أصحابي؟ شاطرين، أورنج سيركل. طب و 4 جرين سيركل. طب و 5 أورنج سيركل. طب و 6 جرين سيركل. طب و 7 أورنج سيركل. طب و 8 green circle. طب و 9 orange circle. وعن طريق الباترن ده لو في 10 هيبقى في circle حواليها لونها ايه يا اصحابي؟ شاطرين، لو في 10 هيبقى حواليها green circle. شفتوا احنا ازاي عرفنا نتنبأ عن طريق استخدام الباترن او النمط؟ تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده من السؤال بيقول لنا ايه. هنا بيقول لنا write، ده احنا لسه في lesson 61 ومكملين وهو واخد page 101 and 102. هنا بيقول لنا write numbers، اكتب الارقام 1 through 8 من 1 حتى 8. then ثم بعد ذلك use استخدم brown and purple، brown يعني البني and purple اللي هي البنفسجي اللي بيسموها الارجواني او البنفسجي. crayons اقلام التلوين، الاقلام التلوين البني والبنفسجي. to circle لتضع دائرة حول. the numbers الارقام. and create a pattern وتنشئ نمط، او create يعني تنشئ، a pattern يعني نمط. فهنعمل نفس العملية وهنكتب النمبرز from 1 to 8 من 1 ل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد كده هنبدأ نحط السيركلز حواليهم. هنبدأ بالبراون سيركل، هنحطها حوالين نمبر 1، يبقى 2 حواليه، يبقى 2 السيركل بتاعته لونها ايه يا اصحابي؟ البيربل. شاطرين. 3 براون سيركل. 4 بيربل سيركل.
5 brown circle 6 purple circle 7 brown circle and 8 شاطرين purple circle. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكوا معايا ونوصل لبيج 102 او صفحة 102 ولسه متابعين زي ما احنا شايفين. lesson 61 continued. continued يعني مكملين او التكملة بتاعت lesson 61. وهنا بيقول لنا write numbers اكتب الارقام 1 through 6 من 1 حتى 6 then ثم بعد ذلك use استخدم two different colors two different يعني اتنين مختلفين two يعني اتنين different يعني مختلف colors ألوان two circle لتضع دائرة حول the numbers الأرقام and create a pattern create a pattern وتنشئ pattern اللي هو نمط زي ما احنا عرفنا من شوية. فهنكتب الأرقام from 1 to 6 1 2 3 4 5 6 وبعد كده هنستخدم مثلا ال red and ال green crayons هنستخدم ال red والأحمر والأخضر red and green أو الأحمر والأخضر وهنحط السيركل الأولانية in red حوالين ال 1 فهيبقى ال 1 حواليه red circle ال 2 هيبقى حواليه green circle طب 3 هيبقى حواليه ايه شاطرين red circle 4 green circle 5 red circle 6 هيا عبد الله شاطر green circle يبقى كده احنا عرفنا نعمل pattern او create a pattern نعمل نمط عن طريق استخدامنا لل different colors او الالوان المختلفه. طب نشوف الجزء اللي بعد كده بيقول لنا ايه هنا بيقول لنا write numbers اكتب الأرقام 1 through 4 من 1 حتى 4 then ثم بعد ذلك use استخدم two different colors two يعني اتنين different يعني مختلف colors ألوان يبقى لونين مختلفين two circle لتضع دائرة حول the numbers الأرقام and create a pattern create a pattern تنشئ نمط. فهنا هنكتب ال numbers from 1 to 4 1 2 3 4 كتبنا الأرقام شاطرين بعد كده هنجيب ال different colors أو الألوان المختلفة وليكن مثلا هنستخدم ال orange وال brown فهنستخدم ال orange circles وال brown circles فهنحط حوالين ال 1 orange circle طب ال 2 هنحط حواليها ايه brown circle طب ال 3 هنحط حواليها ايه orange circle والفور يبقى حواليها ايه شاطرين كلكم براون سيركل. وبكده نكون انتهينا من lesson 61 او الدرس رقم 61 وعرفنا يعني ايه pattern او يعني ايه نمط. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا والبيج اللي بعد كده هي page 103 وفيها lesson 64 ليه بقى لان lesson 62 and lesson 63 دي المفروض بناخدها في الكلاس ودي اسمها الماس اكتيفيتي او انشطة الرياضيات في الكلاس روم انا هديها لكم دلوقتي كأنكم في الكلاس روم او في حجرة الفصل المفروض تعرفوا تتعلموا ايه من الليسون دي وخليكم معي في الليسون 62 اولا بيفكرنا النمبرز او الارقام from 1 to 10 وده شكل النمبرز زي ما احنا شايفين قدامنا دي النمبرز from 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ياريت يا حبايبي تكونوا حافظين اسم الأرقام بالحروف كمان علشان خاطر ده هيسهل عليكم بعد كده في السنين اللي جاية إن شاء الله. فدي numbers لازم نبقى فاكرينها وعارفينها كويس from 1 to 10. طب ايه كمان يا مستر المفروض هنعرف في الماس activity او انشطة الرياضيات في الكلاس روم او في حجرة الفصل هنتعرف على حاجة اسمها تحليل المجموعات. تحليل المجموعات يعني ايه يا مستر يعني لما يبقى قدامنا مجموعة حاجات مثلا من عددها ما مش هيزيد عن 10 مثلا انا عندي مجموعة التفاحات الجميلة دي لو هما محطوطين من غير ما يكون حواليهم الدوائر دي
كل مجموعة فيها 4 تفاحات أو 4 apples، إزاي إن أنا أقدر أصنفهم كل مجموعة لوحدها؟ نبقى عارفين إن الريد لوحدهم والجرين لوحدهم والبيربل لوحدهم واليلو لوحدهم والجرين التانيين دول لوحدهم، فكل مجموعة بتبقى لوحدها. دي المجموعة هنا عددها 4 apples أو 4 تفاحات. المجموعات هنا كلهم متساويين قد بعض، دول 4 apples ودول 4 apples ودول 4 برضو ودول 4 apples ودول 4 apples، كل مجموعة فيهم قد التانية. فأنا كده عرفت يعني ايه مجموعة أو يعني ايه جروب. مجموعة يعني جروب، أنا عرفت يعني ايه جروب أو يعني ايه مجموعة، وعرفت ازاي أقدر أصنف المجموعات عن بعضها على أساس اللون. وعرفت كمان ان المجموعات ممكن تكون متساوية قد بعض زي هنا، وممكن تكون مش متساوية، كل مجموعة ليها العدد بتاعها، ففي المجموعات الأكبر وفي المجموعات الأصغر. ده أول حاجة لازم نبقى عارفينها. طب ممكن كمان نعرف ايه عن الجروبس أو المجموعات؟ ممكن الجروبس أو المجموعات تبقى متساوية في العدد زي هنا، دول 5 1 2 3 4 5، ودول برضو 5 بس دول ليهم شكل ودول ليهم شكل. لو عدينا لتحت دول هتلاقيهم برضو 1 2 3 4 5، بس بص شكل الفايف دول غير شكل الفايف دول، دول مرصوصين بشكل معين غير الرصة اللي مرصوصة بيها الفايف دول. فاحنا دلوقتي عرفنا ان المجموعات ممكن تكون متساوية في العدد بس مش متساوية في الشكل. فبرضو هنا في 5 دوتس في المجموعة دي 1 2 3 4 5، ودي كمان فيها 5 1 2 3 4 5، بس بصوا هنا يا أصحابي ال 5 دي شكلها غير ال 5 دي ازاي، غير شكل ال 5 دي وغير شكل ال 5 دي كمان. طب تعالوا نشوف المجموعات اللي بعد كده. هنا 1 2 3 4 5، دول برضو 5 بس بص شكلهم تاني، شكلهم مختلف تاني. بص تعالوا نشوف اللي تحت دول 1 2 3 4 5، دول كمان 5 بس بص دول شكل جديد خالص. تعالوا طب نشوف اخر مجموعتين 1 2 3 4 5، اه دول 5 برضو 1 2 3 4 5 ودول كمان 5، ده كل واحدة فيهم فيها 5 دوتس او 5 نقط. بس بصوا الترتيب بتاع كل مجموعة غير الترتيب بتاع المجموعة التانية خالص. وعايز اقول لكم يا اصحابي الشكل ده كل واحدة من دول او كل مربع من دول جواه الدوتس دي اسمه الدوت كاردز او كروت النقط، لو احنا حابين نترجمها للغة العربية. الدوت كاردز دي يا اصحابي احنا هناخدها في درس كمان شوية. ولو انتوا تعرفوا الدومنة هي شكل الدوت كاردز دي او شبهها شوية، فدي الدوت كاردز دي بتساعدنا ان احنا نعرف ان المجموعات ممكن تكون عددها قد بعض بس اشكالها مختلفة. فدول يا اصحابي اشكال الدوت كاردز او الكروت اللي فيها نقط. وطبعا احنا عرفناها دلوقتي علشان لما يطلب منا كمان شوية نعمل دوت كاردز نقدر نعمل ان عارفين شكلها عامل ازاي. هي شكلها كده وهي شبه الدومينو او الدومنة اللي بيلعبها الكبار، بيبقى كروت عليها مجموعة نقط، كل كارت عليه مجموعة النقط الخاصة بيه وليها عدد طبعا نقدر نعدها. وهنا بيعرفنا ان الجروبس او المجموعات ممكن تكون متساوية في الارقام او في العدد بس شكل المجموعة نفسه مختلف عن المجموعة التانية. وكده احنا عرفنا المطلوب مننا ايه، او كان المفروض نعرف ايه في lesson 62 ونتنقل ل lesson 63. lesson 63 بيعرفنا ازاي نكون number 10 او العدد رقم 10 عن طريق استخدام مجموعات ممكن تكون مش متساوية. تعالوا نشوف ده زي المجموعتين دول. ادي قدامنا مجموعتين، مجموعة فيها 1 2 3 4، دول 4 بس، والمجموعة التانية فيها 1 2 3 4 5 6، دول مجموعتين عددهم مش قد بعض بس هما الاتنين لو جمعنا الفور على السكس، يعني لو حطينا المجموعتين دول على بعض هيكونوا لنا مجموعة كبيرة عددها 10.
طب تعالوا نعدهم مع بعض كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده مجموعهم فعلا مع بعض بيساوي 10، دول مجموعتين غير متساويين. طب احنا كمان ممكن نعمل 10 عن طريق استخدام مجموعات متساوية قد بعض وشبه بعض بالظبط. تعالوا نشوف ازاي. زي هنا المجموعات دي، يعني كل مجموعتين منهم بيساوي 10. طب تعالوا نشوف كده مثلا يا اصحابي، ناخد المجموعتين اللي فوق دول. اول مجموعة 1 2 3 4 5، دول 5. تعالوا نشوف اللي جنبها 1 2 3 4 5، دول 5 كمان. طب تعالوا نستخدم المجموعتين كده دول عشان نكون 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ايوه فعلا، ده المجموعتين دول مجموعهم مع بعض عمل لنا رقم 10، ادانا رقم 10 صح. طب المجموعتين اللي تحت دول بالظبط نفس الشكل، هما نفس العدد ونفس الشكل. تعالوا نعدهم 1 2 3 4 5، ودول برضو 1 2 3 4 5، دول 5 ودول 5 برضو، نفس المجموعتين اللي فوق بالظبط. يعني لو جمعناهم على بعض هيدونا كام يا اصحابي؟ طب عدوا انتوا، انا هنحرك المؤشر وانتوا تعدوا. ده 1 بعد 1 ايه؟ شاطرين، 3 4 5، شاطرين. بعد الفايف ايه هنا؟ 6، شاطرين. 7 كمان، شاطر. 8 9، شاطر. 10، شاطرين كلكم. فعلا المجموعتين مع بعض ادونا نمبر 10. كده احنا عرفنا ازاي ممكن نكون نمبر 10 او رقم 10 عن طريق استخدام مجموعتين غير متساويين في العدد، وعن طريق برضو استخدام مجموعتين ممكن يكونوا متساويين في العدد. وبكده احنا عرفنا lesson 62 اللي هو الدرس رقم 62، و lesson 63 كان مطلوب مننا فيهم ايه، لان زي ما قلت لكم يا اصحابي دي المفروض انشطة انتوا هتاخدوها في الكلاس روم او في حجرة الفصل مع التيتشر بتاعكو او مع المعلم بتاعكو. فانا قلتها لكم كأننا قاعدين مع بعض في الكلاس روم دلوقتي وتعلمناها مع بعض. نرجع للكتاب ونشوف lesson 64 كان مطلوب مننا فيها ايه، ونوصل ل lesson 64 او الدرس رقم 64، وطبعا عنوانه make 10، اصنع 10، using مستخدما any two colors you choose. any two colors you choose، any يعني اي، two colors لونين، you choose انت تختار. يبقى احنا هنا مطلوب مننا ان احنا نعمل مجموعة مكونة من 10 مربعات او 10 squares زي ما احنا شايفين قدامنا، ونختار اي لونين. اللونين دول هنقدر نعمل بيهم المجموعة دي. فمثلا يا اصحابي ممكن نختار مثلا الجرين والريد، الاخضر والاحمر. فهنعمل ايه يا اصحابي؟ يا اما مثلا هنعمل دوتس هنا، هنا دوت بالجرين وهنا دوت بالريد، وهكذا جرين بعد كده ريد بعد كده جرين بعد كده ريد بعد كده جرين بعد كده ريد بعد كده جرين بعد كده ريد. يا اما هنظلل المربعات دي او السكويرز دي بالكريونز بتاعتنا برضو، وهنظللهم كل واحد هياخد لون معين، بس يكونوا لونين مختلفين عن بعض. وفي الاخر لما نعد سكويرز دي هنعدهم هنلاقيهم 10. طب تعالوا نشوف كده 1 ها شاطرين، 2 ها بعد 2 ايه يا بيتر، 3 شاطر بعد 3 ايه يا عبد الله، 4 شاطر بعد 4 ايه يا عبد الرحمن، 5 شاطر بعد 5 ايه يا جنى، 6 شاطرة، 7 8 9 10. فعلا دول عددهم 10 squares او 10 مربعات. فاحنا هنستخدم two colors يعني لونين، you choose انت تختار، علشان نكون بال 10 squares دول
مجموعة مكونة من 10، يا إما هنظلل كل مربع بلون مختلف يا إما هنحط فيه نقطة بس زي الدوت كاردز اللي احنا خدناها من شوية، بس الدوت اللي هحطها هنا بلون غير الدوت اللي هحطها هنا باللون التاني، وهنستخدم لونين بس. طب تعالوا نشوف المجموعة اللي بعد كده، نفس النظام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هنعمل نفس العملية وياريت نستخدم ألوان تانية مختلفة، نختار لونين تانيين غير اللي استخدمناهم فوق. طب والمجموعة اللي بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى كده برضو مطلوب مننا ان احنا نستخدم لونين تانيين وياريت يكونوا غير الألوان اللي استخدمناها قبل كده في ان احنا نكون ايه مجموعة من نمبر 10 او من رقم 10. وبكده نكون خدنا lesson 64 ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 104 او صفحة 104، وده lesson 65 او درس رقم 65. وبيقول لنا هنا draw ارسم 2 dot cards، اتنين من كروت النقط اللي احنا خدناهم من شوية، that make اللي بيصنعوا 10 عشرة رقم 10، when you add them together، when you add يعني عندما تضيفهم them together لبعض. احنا من شوية خدنا الحتة دي في الشرح من شوية لما قلنا ان احنا ممكن نعمل كام هنا دوت 5 دوتس، شاطرين هنعمل 5 دوتس هنا وهنعمل هنا 5 دوتس كمان، وممكن لازم يكونوا بنفس الترتيب ولا حاجة، بس يبقى هنا عددهم 5 وهنا يبقى عددهم برضو 5، علشان لو احنا عملنا add them together جمعناهم على بعض هيدونا مجموعة مكونة من 10. فهنا نقول الرأس السؤال مرة تانية، بيقولك draw ارسم 2 dot cards، كروت من كروت النقاط، دوت يعني نقطة، كاردز يعني كروت، ذات ميك اللي بيعمله، ميك يعني يصنع، 10 يعني 10، لما الدوت كاردز دول احطهم مع بعض يدونا رقم 10، when عندما you add them together انت تجمعهم على بعض. احنا هنعمل هنا دوت كاردز، هنا مجموعة من النقط وهنا مجموعة من النقط، ممكن يبقوا هنا 5 دوتس وهنا 5 دوتس زي ما خدنا من شويه، ممكن المجموع ممكن هنا يبقوا هنا مثلا 6 ويبقى هنا مثلا 4. ممكن كمان نعمل حاجه مختلفه خالص، ممكن نعمل هنا 7 وهنا 3، ممكن نعمل هنا 8 وهنا 2، ممكن هنا نعمل 9، ممكن هنا نعمل 1. المهم في الاخر ان مجموعهم يساوي 10 او يساوي 10، فاحنا عايزين نعمل مجموعتين، لو هما قد بعض ماشي، لو هما مش قد بعض المهم ان الاتنين يكون مجموعهم مع بعض، لما نيجي نعد الدوتس اللي جواهم نلاقي العدد بتاعهم كام يا اصحابي، نلاقي العدد 10. وبكده نكون خدنا lesson 65 وفهمنا مطلوب مننا فيه ايه كويس، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وبيج 105 او صفحة 105 فيها lesson 69 كده، lesson 66 و 67 و 68 موجودين في الماس اكتيفيتي او في انشطة الرياضيات في الكلاس روم. تعالوا نعرف كان المفروض نتعلم فيهم ايه ونرجع ل lesson 69. و lesson 66 كان لسه بيكمل معانا الموضوع بتاع ال dot cards او كروت النقط، وبيعرفنا ان احنا ممكن يكون عندنا dot cards عددها مش قد بعض زي ما احنا شايفين هنا، مجموعة مكونة من 4 1 2 3 4، مجموعة تانية مكونة من 6 1 2 3 4 5 6، المجموعتين مع بعض عددهم 10 زي ما احنا عديناهم قبل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فهو بيعرفنا هنا ان احنا ممكن نكون نمبر 10 عن طريق ان احنا نجمع مجموعات عددهم مش قد بعض، بس في الاخر المجموع الكلي بتاع المجموعات كلها مع بعضها بيدينا نمبر 10 او رقم 10. ده اللي كان المفروض نعرفه في lesson 66 او الدرس رقم 66،
وعايزكم تكونوا مركزين معايا جدا في لسون 67، لان هيدينا فيه جزء مهم برضو. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي، لسون 68 بيفكرنا وبيراجع معانا على الاشكال الهندسية اللي احنا خدناها في الترم الاولاني. طبعا احنا خدنا مجموعة من الاشكال الهندسية في الترم الاولاني، هما 4 اشكال لازم نبقى عارفينهم وفاكرينهم كويس جدا. اول شكل هندسي خدناه وده مشهور جدا هو السيركل، سيركل CIRCLE، سيركل سيركل يعني دائرة. تاني شكل هندسي خدناه السكوير، وده مشهور جدا برضو SQUARE، سكوير. طب تالت شكل خدناه ايه يا اصحابي؟ تالت شكل خدناه الريكتانجل، ريكتانجل RECTANGLE، ريكتانجل. ورابع شكل خدناه ايه هو يا اصحابي؟ التراينجل، تراينجل TRINGLE، تراينجل او تراينجل، ويعني مثلث، تراينجل او مثلث. وطبعا دي ده الجزء الخاص بالليسون 68 او درس رقم 68، وهو هنا بيراجع معانا على الاشكال الهندسية اللي احنا خدناها في الترم الاولاني، وبيفكرنا بكلمتين بس احنا خدناهم قبل كده اللي هما over و under. over يعني فوق او فوق، و under يعني تحت. فهو بيفكرنا بالكلمتين دول مع الاشكال الهندسية اللي احنا خدناهم من شوية دول، وبنراجع عليهم مرة تانية. وده كان lesson 68 او الدرس رقم 68 اللي المفروض هتاخدوه في الكلاس روم او في حجرة الفصل. كده احنا عرفنا lesson 66 و 67 و 68 كان مطلوب مننا فيهم ايه ومفروض نعرف ايه في الكلاس روم. تعالوا ناخد lesson 69 او الدرس رقم 69، خليكم معايا ونرجع للكتاب و page 105 او صفحة 105 و lesson 69 او درس رقم 69. وهنا بيقول لنا draw ارسم the mass story، mass story problem. mass يعني رياضيات، story قصة، problem مشكلة. هنا بيقول لك ارسم المسألة الرياضية، draw ارسم the river النهر، يبقى هنرسم هنا نهر. عارفين النهر يا اصحابي طبعا المكان اللي بيبقى فيه موجود مية زي نهر النيل. تري شجرة، هنرسم جنب النهر شجرة. sun شمس، هنرسم كمان شمس. mountain، mountain اللي هو جبل، هنرسم كمان على جنب كده جبل شكله جميل. and rock، rock وصخرة، وهترسم جنب الجبل صخرة صغيرة. draw the bridge، draw the bridge اللي هو ارسم bridge اللي هو الجسر الكوبري، هترسم جسر او كوبري. if you like، if you like لو انت تحب، لو انت تحب ترسم الكوبري ده ارسمه، لو انت مش حابب، لو انت مش حابب ترسم الكوبري ده ما ترسموش. in lesson 70 في الدرس رقم 70 you will add، انت هتضيف pictures صور next to الى جانب or beside او الى جانب برضو next to زي beside بالظبط، next to يعني الى جانب و beside الى جانب. the landmarks المسطح او المكان اللي انت رسمته ده او الصورة الجميلة اللي انت رسمتها دي اللي فيها الريفر والتري والسن والماونتن، المفروض انت هتضيف صور تانية جنب الصورة اللي انت رسمتها دي، دي اسمها landmark. landmark اللي هي مسطح مرسوم انت رسمه. you draw اللي انت رسمته in lesson 69، in lesson 69 في الدرس رقم 69. وعايز اقول لكم يا اصحابي هو هنا الهدف من الدرس ده ان هو يعرفنا الاتجاهات، مش ان هو يمرنا على الرسم قوي يعني، بس الرسم ده شيء جميل قوي برضو. فانا عايزكم ترسموا هنا الحاجات اللي هو طلبها مننا اللي هي الريفر، ريفر يعني نهر، والتري، تري يعني الشجرة، والسن، السن يعني الشمس. طبعا الريفر هتلاقيه في الارض، نهر موجود في الارض يعني مية ماشية في الارض، والتري هتلاقيها طالعة من الارض.
والسان هتلاقيها فوق في السماء، والماونتين هتلاقيه عالي، الجبل عالي، ماونتين عالي، والروك هتلاقيها أصغر شوية من الجبل وأكبر شوية من النهر وبينه وبين الشجرة وأصغر شوية برضو كمان من الشجرة. draw the bridge، ارسم الجسر if you like، لو انت حابب. وبعد كده بيقول لك في lesson 70 أو in lesson 70 you will add، انت هتضيف pictures، صور تانية next to، إلى جانب or beside أو إلى جانب برضو the landmarks، المسطحات أو الرسم اللي انت رسمته you draw اللي انت رسمته in lesson 69 في الدرس رقم 69. وعلشان تبقوا عارفين يا أصدقائي lesson 70 برضو موجود في الـ mass activity أو في أنشطة الرياضيات في الكلاس روم. والهدف من lesson 69 و lesson 70 ان هو يعمل لنا revision أو مراجعة سريعة على الاتجاهات، وانا هديها لكم دلوقتي علشان نفتكرها مع بعض، ولازم نبقى حافظينها وعارفين يعني ايه الاتجاهات دي، وعارفين يعني ايه under يعني تحت، وover over يعني فوق، وان ان يعني في داخل او في، وان ان يعني على، طبعا زي ما احنا شايفين ان على حاجة، over فوق حاجة مش لازم تكون عليها على طول، مش لازم تكون لمساها على طول، ممكن لكن لازم تبقى فيها على طول، لكن ان هي عليها على طول زي الماوس ده لما هو واقف على الكرتونة دي. وان فرونت اوف، ان فرونت اوف يعني امام، واقف امام حاجة معينة او امام حاجة معينة. وبيهايند، بيهايند يعني خلف، behind يعني واقف حاجة ورا حاجة، behind يعني خلفه. ونكست تو، next to يعني إلى جانب زي ما احنا خدناها من شوية، وهي إلى جانب next to، وهي بتساوي كلمة beside اللي قالها لنا في lesson 69 أو في الدرس رقم 69 من شوية. وبكده نكون أنهينا شرح درس النهاردة. وفي الختام أحب أشكر أصدقائي عبد الرحمن وعبد الله وبيتر، وأقول لهم شاطرين كلكم، وأقول لهم شاطرين يا أصحابي، وكل أصحابي اللي متابعيني وبيتفرجوا عليا هم كمان شاطرين، شاطرين كلكم، ربنا يحفظكم. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. وفي الختام أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد ونتابع مع بعض أول بأول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، ادخلوا على الموقع من اللينكات الخاصة بالقناة وانا سيبها لكم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. الخصومات دي بتوصل ل50%. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا كلكم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.